بقالنا فترة اللي كنا بنتكلم في القصة دي من شوية، ان الفيس تايم والفايبر وكل الفويس اوفر اي بي فيهم مشاكل. على طول احنا طبعا شكينا ان الدولة استخدمت اليد الطولة لها وقانون الطوارئ وقفلت السيرفيسز دي. اكتشفنا بعد كده ان الخدمات دي لم غالبا غالبا عشان ما اكون دقيقة لم تغلق بفعل الدولة، ولكن الشركات لقت نفسها بتخسر لان دي يعني خدمات مجانية، اتصالات مجانية، فبالتالي بتعطل هذه الخدمات بعض الشيء. لكن السؤال اللي احنا بنسأله، هل لو الدولة قررت انه مثل هذه الخدمات يجب ان توقف، هي مش لانها طبعا هي معظم هذه الخدمات خارجه عن الرقابه لانها كلها بتستخدم الانترنت وكلها يعني من الصعب جدا مراقبتها، هل لو الدوله قررت استخدام طبقا لقانون الطوارئ انها تعطل هذه الخدمات بعض الشيء بالقانون، هل ده هيبقى مزعج ولا مش مزعج؟ والحقيقه انا وقفت مع نفسي وقفه صراحه يعني كده بيني وبين نفسي قدام المرايه كده، قلت هتتضايق يا لميس؟ طبعا هتضايق وهنزعج واقول الحريات ما ينفعش وازاي ويعني ايه وهكلم ابني ازاي كل الفيلم ده. لكن الحقيقه ان بعد 5 دقائق بالظبط رجعت الى وعي مره اخرى، وحسيت انه احيانا وفي ظل ظروف صعبه وفي ظل مواجهه ارهاب حقيقيه ممكن ان احنا نتنازل عن بعض حرياتنا، وممكن ان احنا نخسر حاجات مش هنبقى سعداء قوي، مش هنبقى مبسوطين جدا، مش هنعمل المكالمات بأريحية زي ما احنا عايزين، هنتكلم بالرمز طول الوقت مثلا، ولكن احيانا في ظل ظروف استثنائية قد نأخذ بعض الإجراءات الاستثنائية، مش لازم نكون سعداء طول الوقت لكن نقبل ده ونقول معلش مش هيحصل حاجة، المهم ان احنا نقدر نقف كشعب، والمهم ان احنا نقدر نواجه الارهاب ان كان هذا سيساعد الدولة على مواجهة الارهاب. انا كده مش بشجع ان هم يقفلوهم عشان بس الناس ما تسمعنيش غلط، ولكن استطيع ان انا اتقبل كانسان التخلي عن بعض حرياتي من اجل المجتمع ككل، ودي وجهة نظري. انا مش معترضة لان احنا ممكن نتخلى عن بعض الحريات في مقابل ان يبقى في مكافحة للارهاب وان ده يحقق جدوى، لكن السؤال برضو اللي انا بساله نفسي وانا واقفة قدام المراية واللي انا ما رجعتش لعقلي ايه موضوع المراية ساعات موضوع المراية بتقف قدامها بس ما رجعتش لعقلي، ده الفرق بقى ان انا ما رجعتش لعقلي، فضلت مصرة على موقفي ان انا مش شايفة ان الارهابي محتاج ان احنا لو قفلنا له فايبر واتساب وفيسبوك ان ده مهم جدا، هم لو ما بيتكلموا مع بعض ازاي؟ لا هيخترعوا 50,000 طريقة. قبل كده ما كانوا بيعملوا عمليات ارهابية ما كانش عندهم فايبر ولا واتساب ولا فيسبوك، وكانوا برضه بيقدروا يعملوا عمليات ارهابية، وهم في افغانستان ما كانش عندهم يعني برضه فايبر وفيسبوك، والناس لما كانت بتسافر من هنا لافغانستان وللعراق وكانت بتروح تعمل عمليات ارهابيه ما كانتش محتاجه ده. في النهايه احنا بنتعامل مع ناس بتفكر بطريقه مختلفه، العالم بيتطور حوالينا، يقدر يستخدم 1000 حاجه، يقدر يستخدم القمر الصناعي، يقدر يستخدم السوريه، يقدر يستخدم 50,000 حاجه، مش مستني بس يستخدمها مرسي اساسا مش محتاج مش مستني الفايبر والواتساب والفيسبوك الغلابه اللي زينا. ايوه اذا حدث ذلك هل ده مزعج جدا؟ اه ده مزعج لانه هيزعج ناس كتير بتتواصل مع اهاليها مع عائلاتها. شوفي وفي شوفي النهايه هو على فكره بعد كده هتدفعوا ثمن كل ده لانه بقى ده في العالم كله ده مش مجاني. في ثمن احتمال الناس مش مجاني في العالم كله ده مش مجاني. طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، السعوديه قافله ده نهائي. السعوديه الامارات كتير قوي استنى بس اكمل. الامارات قافله ده بتسمح بيه من خلال شركتين الرئيسيتين عندها بفلوس بالاشتراك بتاع الشركه نفسها، وما ماتوش وما جرالهمش حاجه وما انهاروش ولا اي حاجه. احنا دلوقتي فعلا في وضع استثنائي، ولما الدوله تقرر تعمل ده لو مفيش هي ما قررتش انا بقول لا هي ما قررتش وانا بقول لك الخدمات موجوده، كل الناس اللي طالعه على الفيسبوك وعلى تويتر الخدمات موجوده يا عفاف والخدمات هتتضايقي لا مش هتدفع ثمنها بعد كده مش هتضايق مش هتضايق ليه؟ لان انا مع دولتي في مواجهتها للارهاب، وزي ما قالت الاستاذه لميس احنا لازم نتنازل شويه مش كل حاجه الناس اللي قاعده ورا الفيسبوك وقاعده عماله تشتم وعماله تطلع اشاعات دي ناس اساسا ربع دقيقة استنى بس عشان انا الناس دي فاقعين مرارتي اصلا انا هقول عنهم والله هقول طب هتتكلم عنهم؟ هقول اوكي عشان فاقعين مرارتي دلوقتي دلوقتي في مقابلين، واحد مش عايز يتخلى عن واتساب وواحد عنده استعداد ان هو يتخلى عن
دراعه عن رجله وعن روحه. مش لا المقارنه هنا ظالمه، المقارنه هنا ظالمه. نفس اللي بيستخدم الواتساب هو اللي عنده استعداد برضه يتخلى عن ايده وعن رجله وعن دراعه وعن روحه. بتكافحوا الارهاب صح؟ اسمحوا لي افاجئك، بس مش اي حاجه، هو ده نفس الشخص بالمناسبه. بس اوعوا تطلبوا مني، يعني انا لو طلب مني ان انا بكره الصبح يعني اطلع على الجامعه، اوعوا تطلبوا مني اي حاجه. قول يا فارس، ممكن افاجئكم بس بحاجه. مش مقارنه دي يا جرح. اولا احنا بنتكلم دلوقتي بخصوص الفي اوفر اي بي، والفي اوفر اي بي مش معناه انه الانترنت اتقطعت، لكن معناه انه استخدام الانترنت في المكالمات الصوتيه والفيديو الصوتيه بس. الفيديو والصوتيه اتقطع الحقيقه، لكن الرسائل موجوده. الارهاب مش محتاج خالص ان احنا نتكلم على الفيديو والصوتيه طالما عندنا التكستنج موجود. الكتاب والله احنا مش احنا اللي هنقرر نستخدم ايه. لا مش صحيح، لا مش صحيح. بتأكيد الامن، لان الفجعه الثانيه اللي هنرد عليها تحليل المحتوى للمكتوب اسهل 100 مره من الصوتي. طب ثواني، لان ده عايز مكان وده عايز مكان. بالمناسبه انا مهندس اتصالات، تمام، واقدر اقول لحضرتك ان احنا واحنا قاعدين على الترابيزه دي، لو الدوله المصريه تعرف 10 برامج لنقل الصوت اوفر اي بي، في 1000 برنامج موجود بالظبط. اختبر حاجه ثانيه كويس، ولا يمكن لاي حد في العالم متابعه ده او مراقبته او بشكل كامل، لان حضرتك تقدري تعملي الاب في 5 دقائق اوكي وتغيري اسمه وحد يدور عليه اوكي. فده مش حل ومش وسيله وما هواش امر مطروح لمواجهه الارهاب خالص. انا بتكلم دلوقتي ولم يطرح ولم ينفذ، بس ولكن كمبدا لو طرح انا بتخلى عن جزء من حرياتك. انا ما عنديش مشكله، انا اول واحده ما عنديش مشكله. انا هتضرر بشكل شخصي، لان انا بكلم ايه؟ اذا كان ده هيفيد في حرب، بس انت هيفيد اذا كان هيفيد في حرب، اذا كان لكن اذا كان مش هيفيد. شوفي مش احنا اللي على الترابيزه، معلش يا فايز راجل مهندس، مش احنا معلش في 500000 بس هو مش في الامن، بيشتغلش في الامن. بص مش احنا اللي على الترابيزه ولا اللي قاعدين ورا الفيسبوك وهم قاعدين ومبسوطين، هنقدر نكرم؟ لا انا ما بتضايقش طالما ده في صالح بلدي، انا عمري ما هتضايق. انا بتنازل عن حاجات كتير 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 بما فيها شغلي واكل عيشي على فكره. واحنا يعني لما فلوس يعني كل دخلنا تآكل واصبح عشان التعويل، كلنا متبهدلين، كلنا متبهدلين، مش قاعدين متبهدلين ومبسوطين باللي حاصل ده كلنا، بس ما عندناش مشكله ان بلدنا تروح بقى.